السلام عليكم، انا شكري وهعمل معاكم النهارده نوع معجنات فطيرة السبانخ. نوع جميل جدا وشكله جميل زي ما انتم شايفينه، محشي سبانخ وجبنه مع عجينه هشه جدا وجميله جدا وطعمه حلو. هتجربوه ان شاء الله هيعجبكم. وعلى بركه الله نبتدي الشغل. عندي 450 جرام دقيق، وعندي 300 جرام ميه، وعندي 10 جرام خميره، وعندي ربع معلقة ملح، و35 جرام زيت. أول حاجة هنعملها على طول هنحط الخميرة والملح على الدقيق ويتقلبه كويس. الخطوة المعتادة في أي عجين بتعمل ايه؟ إنك بتلم النواشف الأول مع الدقيق وبتتقلب مع بعض كويس، وتتأكد إن هي اتقلبت كويس، وبعد كده تبدأي تشتغلي. طبعا نوع الدقيق اللي عندنا انا ما اعرفش حضرتك بتشتغلي بايه، فهنستعمل الميه سنه سنه على حسب الميه ما تاخد. الميه اللي عندي دي 300 جرام، يعني كوبايه ونص. هدي الميه سنه سنه كده واشوف الدنيا فيها ايه والدقيق اللي عندي بيشتغل ازاي. بحط الدقيق سنه سنه وبقلب كده، وبحس بايدي طبعا عايزه ميه ولا مش عايزه ميه. انا عايز عجينه عاديه، مش لا هي ناشفة ولا هي طرية. سنة سنة بندي المية وبنقلب، وبإيدي كده بحس دي عايزة ولا مش عايزة مية تاني. دي اللي عندي خدت 300 جرام المية اللي هي كوباية ونص. يعني هلم العجينة، هتلاقيها ملزقة كده بس ده عادي، وهبدأ أديلها الزيت بتاعها سنة سنة وأدعك فيها لحد ما تاخد الزيت كله وتبقى بالشكل ده. وهسيبها تخمر شوية. خمرت هقسمها نصين. الموضوع بسيط، مش مستاهل إن احنا نطول الفيديو، كلها خطوات معتادة، يعني مش مفيش حاجة فيها غريبة أو حاجة جديدة. يعني قسمت العجينة نصين وهبدأ ان انا اشغلها بقى. هذا النص الاولاني عندي. ايه بقى تاني عندي؟ دي جبنة رومي مبشورة، ودي جبنة موزاريلا، وعندي ربع كيلو سبانخ ملفوفة على النار مع فص ثوم ومتنشف خالص من الميه. سبانخ بقى فروزن فريش براحتك اللي موجود، تنشفيه خالص على النار مع فص ثوم وشويه ملح وفلفل، وتنشفيه خالص على النار من الميه بتاعته. هفرد العجينه بتاعتي بالشكل ده. عايز تفردها بايدك من غير نشابه ماشي الحال، عايز تستعملي النشابه براحتك. ودي الصينيه اللي هشتغل فيها، الصينيه دي مقاس 30. احط فيها العجينه وافرد فيها العجينه بتاعتي. عايز انت تحط العجينه على طول في الصينيه وتبططها في الصينيه، يعني ماشي الحال، بس كده بيبقى احسن لانك بتبقى متحكمه في التخن بتاع العجين. فردت العجينه في الصينيه وبسويها مع بعضها اهوت، طرت في صوابع كده. انا كنت بفرد على زيت على فكره، مش اهوت مساوي الطبقه ديت اهوت زي ما انتم شايفين. وهبدا ان انا بعد كده اديلها ادي الجبنه الموزاريلا، ارشها في الارضيه اهوت عادي خالص، بوزعها في الأرضية بتاعت الصينية. وبعدين الجبنة الرومي. الجبن من غير مقدار، حط جبن زي ما انت عايزة، كتري تقللي كتري الجبن زي ما انت عايزة، لأن هي بيبان فيها الجبن وبيبان فيها الزيت اللي انت بتستعمليه، إن كان زيت زيتون أو زيت عادي. وادي السبانخ بوزعها، السبانخ انا منشفها خالص، بوزعها في الصينيه زي ما انتم شايفين كده اهوت.
واخدها مع فص توم على النار لحد ما نشفتها خالص، وبظهر المعلقة كده بس ايه، بثبتها في بعضها واركنها جنبي، واجيب النص التاني بتاع العجينة، انا طرية ولذيذة جدا اهي زي ما انتم شايفين، بفردها بايدي خالص عادي مفيش فيها اي مشكلة، على زيت، مسحة زيت مش زيت مغرق الدنيا، مسحة زيت بس. بفردها عادي خالص على قد الصينية بتاعتي، الصينية اللي انا حاطط فيها العجينة التانية، والمها على المردنة او اشتلها على طول، احطها غطا للصينية دي اهو، موضوع بسيط وسهل خالص. اللي بيبقى حلو في النوع ده جدا لو انت عندك جبنة روكفورت حط فيها بيبقى جميل جدا، بس انا ما كانش عندي، انما لو عندك جبنة روكفورت حط فيها بيبان جدا وبيأثر جدا في الطعم بتاعها وفي ريحتها وفي شكلها اهوت. حطيت الصينية وهبدأ بطراطيف صوابعي اقفل الصينية من الطرف، بتك عليها كده بصوابعي بقفل الصينية جوانب الصينية زي ما انت شايفين كده. قفلنا الصينية كلها اهوت كده تمام. هرش على وشها شوية جبنة رومي أو موزاريلا حسب نوع الجبنة اللي عندك على الوش، وهسيبها 10 دقايق وعلى الفرن على طول على درجة حرارة 200 عشان بكلف النص، وتسيبها تستوي براحتها. مدة التسوية بقى انت تشوف الأرضية وتشوف الوش، انا معرفش الفرن بتاع حضرتك شكله ايه. استوت اهيت، طلعت عندي شوية مية بزيت، شوية مية عليهم معلقة زيت، وهلمعها بالفرشة، بلمع بس بلمع بس. دهوت تمام، ده كل ده وهي لسه خارجة من الفرن على طول بعد ما استوت. دهيت وهغطيها بحاجة بفوطة وهسيبها 5 دقايق بالظبط. بعد ما سبتها 5 دقايق هيبقى اطلعها من الصينية بتاعتها، هي بتبقى خارجة من الفرن ناشفة شوية بعد ما بتتلمع بتطرى اهيت انتوا شايفين. نقطعها نصين كده ونشوف شكلها ايه، ما شاء الله زي الفل. كمية السبانخ زي ما قلت لك انت المتحكمة فيها، حطي زي ما انت عايزة، انا استعملت 1/4 كيلو، عايزة تحطي اكتر حطي. الجبن برضو كذلك، ولو في روكفورت حطي في جبنة روكفورت فيها، بتبقى حلوة جدا وبتدي، وساعة ما بتدخل الفرن بتدي ريحة وطعم جميل جدا. الفطيرة دي معتمدة على الجبن، لأن السبانخ يعني ملهاش شخصية السبانخ، فما بي طعمه ما بيبانش قوي يعني اهوت. قطعناها، اقرب لكم حتة كده تشوفوا شكلها ايه اهيت، طرية خالص وهشة، وشها من فوق مقرمش وأرضيتها مقرمشة، والوسط بتاعها طري خالص زي ما انتوا شايفين، السبانخ والموزاريلا والجبنة اللي فيها اهيت اهيت. طعمها جميل جدا، ان شاء الله جربوها وتعجبكم. رصها في طبق بس وايه وتشوفوا شكلها، رصناها في الطبق ادي شكلها عن قرب اهوت، نوع حلو فعلا بيبان فيه اوي زيت الزيتون لو انت بتستعملي زيت زيتون زي ما قلت، ولو بتستعملي جبنه روكفورد بتبان فيها وبتغير من ريحتها ومن شكلها، ما بتاخدش حاجه على طول على طول بتستوي وبتخلص وبتخلص النوع. جميل جدا، ان شاء الله تجربوه ويعجبكم، واذا عجبكم الفيديو اعملوا لنا لايك وشير واشتركوا في القناة، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. سلام عليكم.